Alors, Sabrine Jabri, 25 ans, maman influenceuse et j'ai un salon de beauté à Rabat. Dites le blogging par passion, les bons plans, le partage, les misettes. Et bien sûr, comme vous savez, mais quelqu'un a un contenu zwin. Le واحد تيعجبو الكونتينو ديالي تيصيفطو لصاحبتو تيصيفطو لماما دوكو حكمت عشرت. صراحة ما لقيت حتى شي صعوبات من غير الانتقاد انتقادات. الوغ الانتقادات انا جلي ريسبكت سانسيرمون كيما كاينين الناس تبغي تيبغيو كيما كاينين الناس ما تيبغيوكش دوكو جاكسبت الانتقادات و فوالا ما عنديش مشكل معاهم. Exactement, oui. Quand la période de l'Ertan El Mamoun, et bien sûr, comme chaque maman marocaine, mais chez les mamans marocaines et maman, qui brûlent le moudou de l'Ouldial Home, du coup, quand nous avons des posts sur Instagram, sur des groupes sur Facebook, ou Kassoli Bzef Ouldi. Du coup, j'ai pas accepté ça, ou t'kbiltha. وراك عارفه تيهضروا على ام بي بي وملائكه دوكو جي با اكسبتي ودازت عليا شويه صعيبه. الوغ ناريمان سي اون كوبين الناس اللي كيعرفوني من شحال هادي هادي يعرفوني شحال عزيزه عليا ديك الانسانه من اطيب خلق الناس سيدات وواحد من هاد المنبر كنقول لهم ما يديروش ثقه في كل شيء اي صراحه سي ان تروك لي بيرسونيل ما نبغيش ندخل فيه اكثر مي اللي كيعرفها من هذا المنبر يدعي معها والله يرجعها على خير بنياتها ان شاء الله. عندي بزاف ديال الطموحات ملي نبدا لك صراحه بديت كنحقق شويه شويه منهم من بعضياتهم طور في المجال اللي فيه انا ديال البلوغينغ اي نزيد في لو صالون نديرو ندير بزاف ديال الفروع في كازا في مراكش ان شاء الله. وهو ما غيجيش ويقول لي حبس حتى غادي تكون شي حاجه عليها مي سينسيرمون الا كان يجبد لنا صداع ولا شي حاجه اللي فيها خطر عليا وعلى ما بتيت فامي غادي نحبس. ميرسي على لي زانكوراجمون ديالكم وكنبغيهم بزاف.